كل سنة طيبين. معاكم أخوكم محمد إزمازي من منصورة. الحمد لله الواحد خس 90 كيلو في مدة حوالي 535 يوم مع صفحة نفسها تخس بدايت ورياضة. الحكاية كلها يا جماعة بساطة، معادلة رياضية بالظبط، معادلة رياضية. هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن التزام زائد إصرار بيديني بالأول إيه؟ نجاح في الآخر. معادلة رياضية هي التزام زائد إصرار بيديني إيه؟ نجاح في الآخر رحلة إن شاء الله. أخدت أي أدوية؟ لا طبعا عملت اي عمليات؟ لا طبعا الحمد لله. يعني نظام غذائي، نظام غذائي زائد مشي فقط لا غير والله يا باشمهندس. بس اكد للناس دي ان هم لو التزموا بالنظام الغذائي الصحي، طبعا التزام بالنظام الغذائي الصحي والمشي بيحقق هدفك باسرع وقت ممكن. صدقوني مفيش حد يسمع كلام اي حد ولا عمات، وطبعا الناس كلها عارفيني، حتى حواليا كلها عارفين اني ايه ماشي. طبعا نظام غذائي فقط لا غير زائد رياضه اللي هي حتى ماشي فقط من غير حتى تمارين. صحتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا الحمد لله يعني رشيق وكل حاجه منطلق ما شاء الله 100 100 يعني. بسم الله ما شاء الله الحمد لله. تقدر تقول للناس ايه اللي هي بتشكك في ان اللي بيخس ده بيفقد صحته وبيبقى هزيل وتعبان؟ اقول له بس جرب، توكل على الله، جرب اهم حاجه، جرب وتوكل على الله، ده اهم حاجه. حدد هدفك وخش على صفحه واقرا كويس، وصدقني عمرك ما هتندم في حياتك، لان الموضوع كله ببساطه. مش على نظام غذائي صحي طبعا، اكيد اكيد طبعا هيفرق طبعا كتير. وهتقول لي بقى اعشاب ولا عمليات ولا حاجه؟ كلها يا جماعه صدقوني الصحه نعمه، حافظ عليها. الصحه نعمه، حافظ عليها. كل سنه طيب. صح السلامه يا باشمهندس، وان شاء الله كده نلتقي وربنا كريم ان شاء الله. السلام عليكم. انا مش عارف، انا تفت مني. انا مش انا. السلام عليكم، معاكم حسام الجمل من منصورة. الحمد لله طبعا خسيت على نظام الصفحة الحمد لله 77 كيلو، ومكمل الحمد لله يعني، والحمد لله بس خلاص. كل سنة طيبين بقى. السلام عليكم.